السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي بيشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. كولر في تعليقه على مباراة النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي قال: حققنا هدف أو هدفنا أمام أوكلاند سيتي، وبنستعد بشكل جيد لمواجهة سياتل الأمريكي. وعبر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، وأكد أن اللعيبة لم يقدموا الأداء المطلوب، وكان في بعض المشاكل لحد ما سجل النادي الأهلي هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي، أو الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضعف في الشوط الأول، وده اللي منح الفريق الثقة. واتكلم مع اللعيبة بين الشوطين وقال: طلبتهم بعدم الضغط من الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه مع التحرك السريع لهجومنا في حال امتلاك الكرة. بالفعل احنا كنا محتاجين الشوط الأول الارتداء أو اللعب بكرة أو نقل الكرة بشكل أسرع، لكن كنا بنقف على الكرة كتير، وتحديدا عبد القادر لو يتخلص من هذا الأمر هيبقى في حتة تانية خالص. يعني حسين الشحات، أرقام النادي الأهلي واللي أعلنه ده موقع رسمي لفيفا وورلد كاب، موقع رسمي في كأس العالم، قال إن حسين الشحات بيتساوى مع ميسي وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو بعد ما سجل في مباراة أوكلاند سيتي، وده اللي حقق ليونيل ميسي في 3 مشاركات مع نادي برشلونة قبل كده، وأيضا جاريث بيل مع ريال مدريد. لكن بينفرد حسين الشحات مع كريستيانو رونالدو بالتهديف في 3 نسخ مختلفة مع فريقين مختلفين، فأحرز كريستيانو رونالدو هدف مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نسخة 2008، وأحرز هدفين مع نادي ريال مدريد الأسباني في عامي 2016 و2017. حسين الشحات طبعا سجل أهدافه الثلاثة بقى: هدف مع نادي العين الإماراتي في 2018، وهدفين مع النادي الأهلي، هدف في النسخة الحالية ونسخة 2021. شوفوا يا جماعة الأرقام بتاعت النادي الأهلي، لسه هيجي الأرقام تانية تخص النادي الأهلي. شوفوا إحنا بنتكلم عن لاعبتنا إزاي وأرقامهم بنقارنهم باللعيبة في نفس البطولة، في نفس، ما بقارنش مثلا لاعب في القارة الأفريقية بلاعب في، لا ده احنا بنتكلم على نفس البطولة، النادي الأهلي بلاعبته ها، وفي نادي تاني ما شمهاش، ما راحش، ما حطش رجله في البطولة أساسا يعني. فزي ما بقول لحضراتكم، النادي الأهلي أرقام قياسية للفريق بعد فوز فيه على أوكلاند سيتي، أرقام قياسية للنادي الأهلي، وصل النادي الأهلي أرقام القياسية في بطولة كأس العالم بعد فوزه اليوم، والمرة الأولى اللي كان بيلعب فيها النادي الأهلي بالدور التمهيدي منذ بداية مشاركته عام 2005. طبعا بنشارك بالدور التمهيدي بسبب إن إحنا داخلين يعني كأننا صاحب الأرض، مثلا كأننا صاحب الأرض، لأن هو بطل أفريقيا، هو المنتخب الوداد المغربي، وإحنا الوصيف يعني. واصل النادي الأهلي تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضا للمباريات في البطولة برصيد 19 مباراة، يجي بعد منه أوكلاند سيتي برصيد 17 مباراة، ثم نادي ريال مدريد الأسباني مونتيري المكسيكي برصيد 12 مباراة لكل فريق، واحتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للفوز في البطولة بالمشاركة مع نادي برشلونة الأسباني برصيد 7 مرات فوز بعد ريال مدريد الأسباني اللي حقق 12 فوز بالبطولة، واحتل الأهلي المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إحرازا للأهداف برصيد 20 هدف بعد ريال مدريد الأسباني اللي بيحتل المرتبة الأولى ب 31 هدف، ومونتيري اللي بيجي وراه ب 24 هدف، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدف. وعلى صعيد أرقام لاعبي النادي الأهلي اتكلمنا عن حسين الشحات ومشاركاته. حسين الشحات هو أكثر لاعبي الأهلي في الجيل بالأهلي مشاركة في كأس العالم برصيد 10 مباريات، منها 6 مباريات مع النادي الأهلي و4 مع العين الإماراتي، ثم محمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج برصيد 7 مباريات لكل منهم، ثم علي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة برصيد 6 مباريات. الجيل ده شوفوا يا جماعة بنتكلم عن أرقام إيه؟
ويجي حد يقول لك بطولة مش بنقارن احنا بنقارن نفسنا بالأندية ريال مدريد برشلونة. يا جماعة اختشي يا آلة اختشي. محمد الشناوي قال لك الفريق كان في كامل تركيزه أمام أوكلاند سيتي، وأشكر الجماهير المغربية على الدعم وعلى حفاوة الاستقبال منذ أن وصلنا، وتحية تاني وتالت وعاشر ومليون للجماهير المغربية على التشجيع المثالي والتشجيع الرائع الذي نالوا النادي الاهلي من هذه الجماهير الذواقه. انت راجل ذواقه، جماهير ذواقه للكره الجميله الجميله. تحيه للجماهير المغربيه. محمد شريف قالك بنسعى للوصول لابعد نقطه في كاس العالم للانديه. علي معلول قال الفوز على اوكلاند سيتي خطوه مهمه، وبنحترم سياتل بشده، لازم نحترم سياتل لانها فرقه جيده، نادي سياتل الامريكي. كل التوفيق ل النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. سريعا بقى ناخد الاخبار. تحيه ايضا لمعلق المباراه، لان شفت بعد المباراه بعد التعليقات منها على كهربا مثلا كان شيء جيد، تعليقه على قفشه قال لك هذا اكثر واحد يعرفه الزملكاويه، اضرب ربنا يستر عليك يا ابني وما يطلعش المر يمرر عيشتك ويجيب سيره والدتك ويهاجمك. يعني مارسيل كولر، هل بقى الاعلام المصري امتى هيقول لازم الناس تتعلم من مارسيل كولر؟ الاعلام المصري زي ما قال على فيريرا اللي واخد متكحول بقاله شهر من اول شهر، حتى المباراه اللي الزمالك كسبها كان بعيد عن الاداره الفنيه ليها، المباراه الاخيره بتاعه نادي الزمالك اللي كسبها اسامه نبيه مباراه فيوتشر، ويقول لك بروف ومش عيب ان احنا نتعلم منه، حتحوت وكريم رمزي وغيره. واخد الكولر واخد البروف غسيل وماكو زي ما قال المر قبل كده، واخد منه السوبر وكسبانه ثلاثه في الدوري زي ما كسبان زي ما كسبنا اوكلاند سيتي. ما حدش هيقول بقى مش عيب ان احنا نتعلم من الكولر يا جماعه، يعني نفسي يعني ولا ايه؟ طبعا تامر امين انتقد مرتضى منصور في اسلوبه وطريقته وكلامه وهجومه على الكل كليله، واتكلم فيما يخص اهدار حق نادي الزمالك في قيد اللاعبين بسبب اسلوب وطريقه مرتضى منصور وعدم الالتزام بشروط وطلبات اتحاد الكره الخاصه بالقيد وسداد. اتكلم عن مرتضى منصور، فزينا كلنا زي حد بيتكلم، قال لك انا عارف اني هطلع على المسرح النهارده بالليل واتشتم انا واهلي، بس خلاص الكيل طفح. مش انت بس يا تامر يا امين، الكيل كله طفح بصراحة. يعني في الوقت اللي كل حاجة بيتم مجاملة ميدو المدرب مدير الفني نادي الإسماعيلي بيكلم على الهوا رئيس هيئة استاد القاهرة وبيقول له نخلص الصيانة بدري بدري، وبدل ما تاخد وقت نخليها وقت مش عارف ايه، ويا دوب بقى نخلي الزمالك يلعب على استاد القاهرة بدل ما يسافر اسكندرية يلعب في برج العرب في مباراته أمام شباب بوليزيداد في افتتاحية دوري أبطال أو دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي. كله بيساهم. طارق يحيى بيقول لك على قناه نادي الزمالك شيء غريب برضه، قال لك سيبكوا بقى من اللوائح والقوانين، ما انت لو عايز تعديها هتعديها، يعني ايه بالحب؟ ما احنا يعني نمشيها بالحب. تقول لك والله ما حد فاهم لكم حاجه، لو مشيناها بالحب معاكم تقول لك لا مشيها بالقانون، لو مشيناها باللوائح والقانون طب ما نمشيها بالحب، طب نمشيها مع زي ما انت بتطلب بالحب كده، نيجي نمشي بالحب مع النادي، لا لا اشمعنى مجامله وبتاع مش عارف ايه واهدار للفرص يا حبيبي، ما فيش احسن من الرسمي عليا وعليك، على الاهلي وعلى الزمالك، انت اللوائح تطبق، انما انت عايز تعديها هتعديها، مش هعديها، اعمل الصح، وانت المفروض يعني نادي محترم وعندك، لا ما حدش، عشان انا هطبق على نفسي اول واحد عشان بعد كده ما فيش حد يتجامل، انما عاوز تعديها هتعديها، اعديها ازاي وما اتحاد كوره عمال يتمرمط وكرامه الناس كلها، يعديها ازاي وانت مستني اخر نص ساعه ورايح بالكاميرا بتاع عشان يقول لك اه انا رحت ومحدش قدر يفتح بقي وقال لك ان انا عاوزين يتعاملوا مش هيتعاملوا معايا انا رحت غصب عنهم، يعديها ازاي؟ اللي بيعادي الكل بيخسر يا منسور، اللي بيعادي الكل بيخسر يا منسور، قصدي يا طروقه. بالنسبه لحساب كاس العالم بالعربي يقول لك كلمه حق، كلمه في حق محمود عبد المنعم كهربا، ده الحساب الرسمي بتاع الفيفا كاس العالم بيقول لك ايه محمود، كلمه في حق محمود عبد المنعم كهربا، ده هنا كده الدنيا كهربت وولعت اكتر، الفيفا هي اللي بتقول هذا الكلام يا اخوان، اللي بيقول لك هيعملوا مش عارف ايه. محمد سراج عند مجلس النادي الاهلي وفرحه عارمه طبعا، وسيلفي الجرحي ومجلس النادي الاهلي في المغرب بعد الفوز مع الاسطوره كابتن محمود الخطيب. محمد الجرحي بيقول لك الحمد والشكر لله لعيبه رجاله، كل شكر الجمهور المغربي المحترم على المسانده بحب ومن القلب، وربنا يكملها على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يعقوب السعدي بيعلق على فوز النادي الاهلي قال لك اجمل
ما في مواجهة الأهلي لافتتاحية مونديال الأندية ليس الفوز وإنما الأهلي نفسه، الروح والشخصية التي قادت إلى الثلاثية. أجمل ما في الأهلي الآن أنه أهلي زمان، الأهلي الذي اعتدناه وعشقناه، سيد الأندية والكرة والألوان. ما أجمل كلماتك يا يعقوب، قول اشجينا يا يعقوب. النادي الأهلي بيتعاقد مع اللاعب محمد عماد لاعب نادي الطيران لتدعيم فريق 2001 بعد ما دعم بالأمس من نادي وادي دجلة أحمد خالد كباكا مواليد 2005. شوقي السعيد اللي كان بيقول أنا بساند النادي الأهلي ودافع وطني والأهلي بيمثلنا وإحنا هنا الوطنيين وبتاع، وأنا متأكد وكنت عارف إن هو بيقول هشجع النادي الأهلي علشان لا مؤاخذة كده بالبلد بيقول ننحس النادي الأهلي نقر عليه يمكن يقع ولا حاجة. بعد النادي الأهلي ما كسب بانت نيته، يا حلو بانت لبتك من بعد ما بانت قشرتك ولا دابت قشرتك، قال لك ماشي ماشية مع الأهلي بتاو. أنت مين يا عم؟ أنت مين؟ أنا مش من هنا يا سيدي، أنا من طنطا. ده عايزين مدرب أجنبي يا جلال، قال لك ما أناش من هنا يا كابتن، قال لك خلاص يا جاليليو تبقى جاليليو. محمد شريف طبعا هو رجل مباراة النادي الأهلي وأوكلاند سيتي والنادي الأهلي. حسين الشحات وأليو ديانج بيخضعوا لاختبار المنشطات. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمت في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.